كان العمل منصرمة هو العام الأخير من الخطة الخماسية 13 للصين، مكنت القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني والميزة المؤسسية لنظام الحوكمة من تركيز الجهود على القضايا الرئيسية في ظل تفشي الوباء، والذي شكل تحديا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين وعبر العالم. أعتقد أن أهم أسباب نجاح الصين في التحكم في انتشار الوباء هو التنسيق العالي بين الحكومة والمواطنين. فمنذ بداية تفشي الوباء حرصت الحكومة على سلامة حياة المواطنين ووضعت صحتهم في المقام الأول، ومن جهتهم انخرط المواطنون عبر هيئات المجتمع المدني والشركات في أعمال الوقاية واللوجيستيك، الشيء الذي مكن من التحكم سريعا نسبيا في انتشار الوباء وعودة الحياة إلى طبيعتها، وكان هذا فعلا أمرا مثيرا للإعجاب وللاحترام. تشير الخطط الخمسية الرابعة عشرة إلى أن الصين ستواصل تعميق الإصلاح والانفتاح، ويرى ناصر أن توسيع الصين للانفتاح سيوفر المزيد من الفرص التنموية للدول النامية. وفيما يخص آفاق الاقتصاد الصيني، فقد وضعت الخطة الخماسية الرابعة عشرة أهداف محددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعتبر خارطة طريق لخطط الإصلاح والانفتاح المستقبلية، والتي في نظري ستعتمد بالأساس على تقوية التعاون والشراكة مع الدول الصديقة في حقبة ما بعد الوباء للتغلب على الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. وستشكل المرحلة الجديدة من الانفتاح حتما فرصة تاريخية للدول العربية والإفريقية لتعميق شراكاتها مع الصين في مجالات نقل الخبرات التكنولوجية الحديثة والتصنيع والسياحة والزراعة، وكذلك تسويق منتجاتها في السوق الصينية الضخمة.